يا عاقل يا مجنون. اهلا وسهلا فيك عزيزي المشاهد بالجزء الثاني لتحدي المعلومات. اشكركم كثير شباب على دعمكم للمقاطع السابقه، اتمنى الدعم الاسطوري يظل مستمر. هذا الجزء الثاني راح نكتشف انا وانتم قدرتنا وذكائنا بتحدي المعلومات الجزء الثاني، فاتمنى منك يا عزيزي وعزيزتي المشاهد انك تركز بهي الحلقه حتى تكون من الاشخاص الاذكياء. ملاحظة صغيرة شباب، ندخل على المقطع، رابط قناتنا الثانية فتحناها مختصة للألعاب، الرابط له بصندوق الوصف. لعبت ماينكرافت، لعبت فول جايز، لعبت كثير ألعاب. طبعا هاي القناة بإدارة حاتم أخوي، إنتاج حاتم أخوي. أتمنى تروحوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات، ما بطول أكثر، يلا نروح نبدأ التحدي، ليتس جو. هي اللهجة العربية الوحيدة التي يفهمها أي مواطن عربي. اللهجة العربية اللي بيفهمها أي مواطن عربي أعتقد هي اللهجة السورية، لأنه يا معلم لو طلعت أكثر المسلسلات التركية الدبلجة بتكون دبلجة باللهجة السورية. وادي الذئاب، سنوات الضياع، نور مهند، كلهم بتلاقيهم باللهجة السورية. ولا الجواب هو اللهجة السورية. اللهجة السورية لهجة كثير سهلة وظريفة وحلوة. ما هي جنسية المشرف العام لأكبر مفاعل نووي صيني؟ هلا بشرفك هذا السؤال. ما هي جنسية المشرف العام لأكبر مفاعل؟ بشرفك هلا أنا بدي أجاوب على هذا السؤال. يعني أنا شغلتي أعرف جنسية المشرف العام للنووي والصيني. الجواب هو مغربي. وأنا شو بيعرفني؟ ما هي الدولة العربية التي حافظت على اسمها عبر التاريخ بدون تغيير؟ مصر. مصر. الجواب هو جمهورية مصر العربية. تحية لأم الدنيا. ما هي البلد العربي التي بها أقدم حضارة في التاريخ؟ الحضارة السومرية. إيه الحضارة السومرية في العراق ولا؟ الجواب لا. هو الحضارة السومرية في العراق. شغل عقلك عقلك عزيزي المشاهد، الحضارة السومرية من أقدم الحضارات. ما هي الدولة العربية التي يحصل بها المواطن على أعلى دخل في العالم؟ معلم الخليج. بس أي دولة؟ أعتقد السعودية. الجواب هو المواطن القطري. المواطن القطري. الله. من هي البلد العربي الوحيد التي شاركت في الحرب العالمية الثانية وكانت تقاتل بجانب ألمانيا؟ مين الدولة العربية اللي كانت بالحرب الثانية عم تكون يعني شوف هلا إذا بدنا نحكي بالنطاق العربي متأكد إنه العراق، لأنه هي أكثر دولة خايضة معارك وحروب ومشاكل وتيلات. الجواب هو العراق. والله صدفة. اتوقعت هذا الشيء لأنه العراق يعني أخي حروبه كثيرة. من هو الرئيس العربي الوحيد الذي رفض الإمضاء على إعدام صدام حسين؟ أنا اللي بعرفه رئيس ليبيا، شو اسمه؟ معمر القذافي. مو؟ الجواب هو الرئيس اليمني علي عبد الله صالح. يا أخي الرئيس معمر القذافي اللي رفض يوقع، والله أنا هذا اللي بعرفه. لك حمار يضل حمار، انت عملت جزء ثاني حتى تطلع انك جحش ولا حتى تثبت للناس انك ذكي؟ ركز بالمعلومات واعرف معلوماتك مصدرها من وين، من باب الشرجي المصدر شبيك. صح شغل عقلك، تابع الله يسود وجهك. ما هي البلد العربي التي تتحكم في ثاني اكبر احتياطي للنفط في العالم؟ السعودية. الجواب هو المملكة العربية السعودية. عاش يا الأساطير. ما هي البلد العربي التي يوجد بها أقدم بناء حجري في العالم؟ أنا بقول ليبيا. الجواب ليبيا. هو هرم سقارة المدرج في مصر. والله نسيت مصر. قول لي ما هو أذكى حيوان على وجه الأرض؟ أذكى حيوان على وجه الأرض أبو سكران. لا أذكى حيوان هو القرد. القرد. الجواب هو قرد الشمبانزي. نعم القردة يا جماعة من أذكى الحيوانات. هو الوحيد على وجه الأرض الذي يستطيع استنساخ نفسه. كائن بيحسن يستنسخ نفسه؟ كائن؟ ما بعرف. خليني أكون حمار. عن جد الإجابة ما بعرف. الجواب هو قنديل البحري. القنديل يستنسخ نفسه؟
بكون قنديل بصيروا 2 3 4. اوه ماي جاد، من هو الطائر الذي لا يستطيع الطيران؟ الطائر ما بيستطيع الطيران. عدة طيور، الدجاج. لحظة عندك كثير حيوانات فينا الطيور لكن لا يستطيع الطيران بسبب وزنهم، مثل الدجاجة، النعامة، كثير. الجواب هو النعامة. نعم، ما بتقدر تطير بس هي من الطيران، من الطيارين. ما هو الحيوان الذي ينفث الدم من عيونه كتقنية دفاعية؟ ايش هالسئلة شباب؟ بشرفكم، بحياة ربكم، حدا مرق عليه سؤال؟ ما بقى شباب، ما هو الكائن الذي ينفث الدم من عيونه كتقنية دفاع؟ يا الله الأسئلة، يا الله. الجواب هو السحالي ذات القرون. أها، شوف كيف كبة الله أكبر، شوف إيدي عم تكب دم من عيونها، إنه دفاع عن نفسها، بس هي حمار عم تضر نفسها. الله، إذا في حدا حمار هو أنا. ما هو أسرع نوع سمك على وجه الأرض؟ أسرع نوع سمك على وجه الأرض شباب؟ ما بعرف. الجواب هو السمكة الشراعية. هي السمكة اللي تضرب لتومي جيري على طيزه وكذا. من هي أكبر دولة خليجية وثاني أكبر دولة عربية من حيث المساحة؟ هلا أكبر دولة عربية من حيث المساحة هي الجزائر، اللي بعد الجزائر بتجي السعودية يا حبيبي. ثاني أكبر دولة عربية. الجواب هو المملكة العربية السعودية، وتبلغ مساحتها 2,109,000. الجزائر كبيرة يا إخوان، في بالجزائر صحراء، اسمها صحراء الجزائر يعني. ما هي أقل الدول العربية فسادا وأكثرها ثقافة؟ بالوقت الحالي أكثر دولة عربية ما فيها فساد وفيها ثقافة وفيها تطور، مو بس ثقافة، دول الخليج وتحديدا الإمارات، دبي مثلا. نعم، ما تكذبني. الجواب هو قطر. لا يا حبيبي، الإمارات يا حبيبي، الإمارات فيها تطور أكثر من قطر يا حبيبي. ما هي البلد العربي التي يوجد بها أكبر حقل غاز في العالم؟ السعودية. الجواب هو حقل الغوار في السعودية، ويوجد به مخزون 75 مليار برميل. ما هي البلد العربي التي بها أجمل نساء العرب؟ أجمل نساء العرب بعرف أنا لبنان. لبنان واحدة، الثانية الجزائر أو تونس. الجواب هو تونس. كويس، تونس من بين الدول اللي ذكرتها. كنت متوقع لبنان وتونس والجزائر وسوريا والعراق وكل دولنا العربية. من هم أذكى الشعوب العربية؟ هذا السؤال أعتقد إجاني بالحلقة السابقة. أذكى الشعوب العربية العراق، والله أتذكر إجاني، والله العراق. الجواب هو الشعب العراقي بمتوسط. المركز الأول هو العراقي، أنا إجاني بالحلقة السابقة. من هي أكرم الشعوب العربية؟ هلا أكرم الشعوب العربية يقال إنه العراق. عن جد شفنا كثير فيديوهات وكثير ناس بتحكي إنه من أكرم الشعوب العربية هي العراق، أنا بقول العراق. الجواب هو الشعب الليبي، وفي المركز الثاني الشعب العراقي. الليبي هو المركز الأول والعراقي هو المركز الثاني. أو ماي جاد، أول مرة أسمع هاي المعلومة. هاي الإحصائية في عام 2018، ليبيا، العراق، الكويت. تحية لأخوتنا في ليبيا وتحية لأخوتنا في العراق. والله ما عندي، والله أنا اللي بعرفه يا أخوان إنه العراق هو من أكرم الشعوب العربية. من هم أكثر الرجال العربية جاذبية؟ أكثر شباب جاذبية في الوطن العربي، بصراحة أنا اللي بشوفه السوري، وبعده بيجي الشاب العراقي، بعده بيجي الشاب الأردني. بصراحة عم أحكي الصراحة، أنا ما حد يزعل، بشوف سوريا والعراق والأردن من أكثر الشعوب رجالهم جاذبية. هذا رأيي وهذا اللي بشوفه، ما حد يزعل مني، ما يجيني اللبناني او السعودي او الخيزعل. انا هاي وجهة نظري، بشوف من اجمل الشعوب الشاب السوري والشاب العراقي والاردني بصراحة. شوف الجواب هو الشاب السوري.
هلا انا جبتها صح بس حاطين واحد والله مو حلو والله مو حلو والله انا احلى منه والله انا احلى منه حاطين لي واحد عوكي يا رجال ايش هذا. اوكي الشاب السوري من اجمل الشعوب العربية. يلا من كفي. من هم اكثر الشعوب العربية تدينا والتزاما؟ اكثر شعوب تدين والتزام لازم السعودية يعني. الجواب هو حلت السعودية في المرتبة الأولى. أكيد شباب لازم تكون السعودية من أكثر الدول تدينا في العالم كله بالشعب العربي ولا الغير العربي. من هم أكثر الشعوب العربية استياء وغضبا؟ والله أنا بشوف الشعب السوري. والله الشعب السوري شعب مستاء بسبب هالأزمة وبسبب هالحرب وبسبب اللجوء و أنا بقول الشعب السوري. الجواب هو الشعب العراقي نظرا للظروف التي تعيش بها البلاد. ما بعرف هذا الفيديو ايمت انتشر بس عن جد بالوقت الحالي انا بحط سوريا بالمركز الاول بالاستياء. من هي الدولة العربية الوحيدة التي كانت تسمح لاي مواطن عربي الدخول الى اراضيها بدون فيزا مسبقة؟ سوريا. الجواب هو سوريا. سوريا كانت تسمح للكل تفضلوا هلا وسهلا بدون فيزا بدون شيء. نعم. من هو أقوى اقتصاد عربي؟ أقوى اقتصاد عربي حالياً السعودية. الجواب السعودية. هو الاقتصاد السعودي والذي يبلغ 804 مليار دولار أمريكي. ما هو لقب مصر؟ مصر أم الدنيا. الجواب هو كنانة الله وأم الدنيا. أم الدنيا نعم. ما هو لقب الجزائر؟ الجزائر المليون شهيد بلد مليون شهيد. الجواب مليون هو شهيد. أرض الشهداء والتحرير بلد المليون شهيد. شهيد نعم. ما هو نعم. لقب العراق؟ العراق سود الرافدين. لا ايه سود الرافدين من قلت سود الرافدين معناها انت بتقصد العراق. الجواب هو ارض الثقافة والعلم وبلاد الرافدين. ها بلاد الرافدين وسود الرافدين تنحكى اوكي بلاد الرافدين. ما هو لقب المملكة العربية السعودية؟ اطهر ارض بالكون كله أطهر أرض هيك يعني بهالمعنى. والله أنا هيك بعرف بس نسيت لقب السعودية. الجواب هو بلاد الحرمين وأطهر بقاع الله في الأرض. بقاع الله في الأرض نعم. ما هو لقب حافظهم. سوريا؟ لقب سوريا المجد والكرامة هيك يعني نسيته يا زلمة. الجواب هو بلاد التاريخ والمجد. بلاد التاريخ والمجد حلو. ما هو لقب ليبيا؟ لقب ليبيا يا اخوان بلد المليون حافظ. الجواب هو ارض الكرامة وبلد المليون حافظ لكتاب الله. الله نعم. ما هو لقب الكويت؟ الكويت لقب الكويت. الجواب نعم. هو ارض الجود والكرم. ارض الجود والكرم. ما هو لقب منكم؟ الاردن النشامة بلد النشامة هيك بيقولوا فإذا لها تسمية ثانية ما بعرف. الجواب هو ملتقى العرب والنشامة. خلص النشامة مظبوط. اوكي شباب وبحكم انه الكاميرا فضي شحنها راح اختم المقطع معكم صوت. اتمنى تدعموا لي هذا المقطع باللايك زوركم تشترك عندي بقناة اشترك فعل جرس تنبيهات قناتنا الثانية متخصصة للألعاب الرابط بتلاقي بصندوق الوصف اول تعليم. اتمنى تروح تشترك وتخلي اخوانك الصغار كلهم يشتركوا وبس تحية للجميع. السلام عليكم. Back to Brazil.